أصابعك؟ هي فيلم. فيلم بالأصابع؟ يا الكلب أنا اللي 16 خيط. شكر شيخ. شعرات جولون لا شو تسلك فيلر حق العيد بجرب بس يعني دكتورة بس صراحة لازم تنصحين ها أبدعتي أشوف إيدك شو بتقولي فانتور فانتور لا جسم بجد يعني مو بين يعني شكله ذرب أكيد ذرب حبيبتي ذرب طبعا ما نطلتوني لفيت ولف توابع فيلر بالأصابع ليت بليز ثانك يو يعني انا كلب محطيني صحن انا كلب اها خليني افرد حكي لي يلا نورا ميتين ميتين نورا انا من السيارة قاعد زمهرير متعزة الكلمة زمهرير مو زمهرير يعني برد ما له شغل بس ببشرك انه يعني الكلمه ما لها شغل باليوم خلاص يعني بدا الاكل الصجي عرفت الاكل الصجي خلاص انسف افتيني بالليمون لا تدن لا تدسوا حلوين حق الفيلر زين دايت شو هذا دايت شوفوا لا تطلبون شيء في صوص ولا جبن لا شوفوا كذي زيرو كارب عندكم هذا الستيك مشوي ها مشوي انا بس كذا عندكم هني الاصابع مقليه لان فيها فيلر قززه ودايت كولا شنو يعني هذا؟ يعني يصير دايت تغمسينه بالصوص ليمون لا تحطين بالصوص بالبارك الليمون انا خايفه مو على عيوني هو ابو عيني تبشرت من الليمون تكساس ايه احواض الاطلس تعال يعني ستايل يعني بيونسي بود ام بين اورا شنو ايش اللوك تكساس وخمس مال اوها يا جماعه طول حياتي مصدقتها على هالكذبه الحياه هذه اشرف كذبه كذبه حقيقه
السؤال ما نسينا علل ان انا كان بنطروني داخل البوت ثلاث كم يا تغشتنا شلون داخل بوتي يا هذا تدري شفت بيروت كيف باخر ما لقيت سايتي نعم ام قليب ادري انا بينك انت داخل عملنا يعني يوم اشوف اشكالكم مش اللي يشوفكم يقول طالعين من كبر شبل وين انت مرس يعني يا حليلكم اي اي لا تشوتي الاطراق لا شنو يعني والله العظيم ان الجينز كان داخل ريلي ما تبين شلون طلع فوق شلون يطولك تدري صدق والله العظيم ان الجينز كان شنو يطول يطول اوكي اللي طولني كم 3 سنتي واي لا تشوفت عيني ترى لسه لك شيخه شفيك خلوكي احلى جاب لي ورده وانا قاعد امشي وقال لي الورد للورد ثانك يو وايد ايش فيكم ها شفتي في واحد جاب لي ورده قال لي الوردة للوردة ما يصير وردة تمسك وردة ايه وحمرة على الاسيوط ايه ظهر ما لا تفهم هني والله اعلم يعني شلونة شلونة ها فوز اذا عطوك وردة حمرة تعطينا عق منه ها بسرعة 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 ما بيشفك تشذبين يعني مال البرنامج اطفال اللي تبين يقولون امك ايه امك يلا كذابة شيخة اذا عطوك وردة صفرة تعطين حق منه كذابة هي انا اذا عطوك وردة حق منه حق نفسي هم كذابة جواد ليانا هو ثلاث كذابات شنو؟ نسترجع شنو؟ نسترجع شنو؟ 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 قال انت ليش تزيتي ها ليش قاعد تشير تزيتني قال انت ليش الماتشا حلو الماتشا ماتشا اي اوكي الماتشا حلو الماتشا انا واصلين سالون دريل توازي راي صفات سيارتي انا في اي بي داخل صح معروفه تعالي اوريك الاكستنشنات بغير انا اي بعطي شتور هني عندك البالما اكستنشن هذا انا مره حطيته حق عرس اختي وقفت العرس على ريل واحده ما اقول لك عاد حطيت هذه مع الباف وش سويت مع الكسه شلون ماسكين قبلي يلا ها يا تسلمي هلا هذا البالمين ركبته حق عرس اختي وقفت العرس على ريل وحده خطبوني ما اقول لكم على اليوتيوب كل الارقام على منو من صدقك تعالي بنت منو بنت منو بنت تلفوني قلت حق امي قلت حق امي بمشي قلت لها لا لا تو ماتش وامي طبعا تبيني يعني اخطب بس قلت لها ما تو ماتش ما اقدر ضغط من هل من هل شنو هل بالما هني عندهم صج واحد ريحة شعر خيال أي واحد مال الشعر فوز أوكي حق شنو اللي هذا حبيتي الصالون كله حق الشعر شنو لا لا تسحبوا طيب اللي ريحته حلوة كله تحطولي ما تسبع أسبوع راه لا تخش هذا اللي ايوه هذا بس ريحته بالي شي ريحته بس هذه كل المستحضرات مو اي كلام هني هذه كل المستحضرات
مو اي كلام. احب هذه صدقين صالون رفيشتي ولا مره ولا مره يابت. تري من هذا معلمنا عليه انا انت وقتي صح هذه مال الجسم وايد تعرفني عليها انت فوزوها الكلبه ما تعلمك ما هذه جديده اتوقع ولا عطت ريحتها حلوه هذه تي هذه تعرفني عليها من وانا صغيره استخدمها. بنسوي الحين بادي ماني ضروري لان فوز تقول لي ان الايد اليمنى نمو الاظافر اسرع من اليسرى. وهذا قاعد اصبر اسرع من الايد اليمنى ما ادري شنو كلام تصدقون هذه اليمين هذه اليسار كلام تصدقون هذه اليمين اشوف طوق اللوري هذه اخ قاعدين في اي بي روم يعني يكون جخ لتل بليز ذير از نو فينجر اخ شفتوا ما شاء الله على تكحيله القميص شفتوا حلو على شنو هذا اللون صح شكلك انت الحين ولا بيزه شكلك